بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، شرف كبير جدا لي ان انا اكون موجود معاكم النهاردة بالنيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عشان نطلق المرحلة الثانية من مراحل تنمية شمال سيناء بالتحديد. والحقيقة يمكن قبل ما أبدأ العرض انا حابب بس ان انا اتكلم يعني كلمة من قلبي. هذه البقعة الطاهرة من أرض مصر على مدار التاريخ، من أول ما كنا بنقرأ في كتب المدارس اللي اتعلمناها من آلاف السنين، من أول ما ابتدى التاريخ يسطر حضارة مصر القديمة والفراعنة، دايما كان التهديد لمصر ومحاولة النيل من مصر بتيجي من هذه المنطقة. الهكسوس، الحيثيين، الرومان، الإغريق، التتار، الصليبيين، كل محاولات النيل من مصر كانت دايما بتيجي من هذا المكان. وعشان كده هذا المكان بتحديدا كل المصريين، إذا كنت بتسأل أي واحد إيه أغلى بقعة عندك في مصر كلها على قلبك، هيقول لك هذه المنطقة شمال سيناء. كل واحد فينا، ما اعتقدش في أسرة في مصر، أسرة واحدة، ما كانش فيها أب ولا أخ ولا عم ولا ابن أخ ولا ابن عمة ولا ابن خالة ما خدمش في قواتنا المسلحة أو في الشرطة وخدم هنا وبذل روحه، سواء استشهد أو أصيب أو شارك في عمليات. على المستوى الشخصي أنا بشرف إن والدي رجل من رجال القوات المسلحة، دكتور خالد عبد الغفار والده رجل من رجال القوات المسلحة. أنا بحلف لكم والله العظيم، من وأنا من أول ما ابتديت أوعى وأبويا بيحكي لي حكاياته هنا من 56 و67 و73، وقال لي قد إيه زمايله شافهم هم بيموتوا ويضحوا بحياتهم عشان الأرض دي. عشان كده كل ذرة رمل هنا إحنا مستعدين كمصريين نبذل فيها ملايين الأرواح، بس ما حدش يقرب منها. أعتقد دي رسالة واضحة أنا ببدأها النهاردة ترد على حاجات كتير وسيادة الرئيس قالها في كل الفترة الأخيرة. مصر مش هتسمح أبداً مهما كان إن يتم فرض عليها أي شيء، ولن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا. دي حاجة مهمة جداً لازم كلنا نبقى عارفينها. أنا عشان أبدأ معاكم النهاردة العرض ده لازم نبقى واخدين بالنا، سيناء اتعرضت لمشاكل كثيرة جدا، والفصل والاحتلال اللي كانت في الفترة من 67 ل 73، وخدنا منظومة معاهدات السلام لغاية لما الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نستعيد كل الأرض. اتحطت خطط كثيرة جدا لتنمية سيناء، والدولة في ظل إمكانياتها اللي ما كانتش كبيرة قوي حاولت تعمل بعض المشروعات منذ بدء يعني تحرير سيناء لغاية 2014. خلينا نتكلم بمنتهى الأمانة، لما نيجي نعدد هذه المشروعات بالكتير قوي كانت الاتصالية نفق الشهيد أحمد حمدي، كوبري السلام، كوبري الفردان، هم دول الثلاث نقط اللي بنحاول نربط بيهم سيناء، وبعض المشروعات اللي الدولة حاولت أنها تنفذها، بعض مشروعات الاستصلاح الأراضي اللي ما زالت كانت يعني بتعاني من العديد من المشاكل، بعض الخدمات البسيطة، ولكن ظل الحلم ان انا انمي سيناء بصورة حقيقية بنفس الطريقة اللي كنا دايما في عيد تحرير سيناء نقعد نطلع بنعمل الاغاني ونقعد نتكلم على تنمية سيناء وتطوير سيناء، كان هو الموضوع كله ما بيتجاوزش كل 25 ابريل اكتر من ان احنا نقعد بشوية اغاني وطنية ونستعيد بعض الافلام ونقول ان احنا بننمي سيناء. انا بتكلم بمنتهى الشفافية في الاول، الشغل الحقيقي اللي تم على هذه الأرض، وأنا بقولها وبأكدها كمصري قبل ما أكون مسؤول، الشغل الحقيقي لتنمية هذه الأرض بصورة جادة ومش مجرد حلم أو تخطيط ولكن تنفيذ على أرض الواقع، بدأ تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدءا من 2014. إحنا ما كناش يعني، واللي عايز أقوله إن إحنا من ساعة ما بدأنا من 2014
احنا مش بنشتغل في ظروف طبيعيه. شمال سيناء كلنا عارفين، واهالي شمال سيناء اللي موجودين واللي انا سعيد ان انا اشوفهم معايا وقابلتهم يمكن من اسابيع قليله لما جيت في الزياره السابقه، كانوا بيعانوا زي ما كلنا بنعاني من ويلات الارهاب اللي استمر على مدار 10 سنين. ارهاب مقيت، كنا كل اسبوع ما بيعديش الا وبنسمع عن حادثه استشهد فيها او اولادنا من القوات المسلحه او الشرطه او ابناء شمال سيناء او اصيب فيها عدد كبير. فكان هناك خيار ان احنا نقعد نحارب ونقعد 10 سنين لغايه لما ننهي الارهاب من غير ما نعمل اي حاجه، وده هيبقى طبيعي وشيء منطقي انها منطقه ساحه حرب وان احنا ما بنعملش حاجه غير ان احنا نحاول نحارب الارهاب. لكن القرار الاستراتيجي اللي خده سياده الرئيس كان من اول لحظه ان احنا لازم ننمي سينا جنبا الى جنب مع دحر الارهاب. وده اللي اتعلمناه كلنا كناس خبراء ومتخصصين. عشان تامن اي مكان من اطماع الطامعين مش انك انت فقط تحط فيه اقوى الجيوش واكثرها تنظيما وتسليحا، كل ده ما يغنيش عن انك تنميها. الشيء الوحيد اللي يحمي اي مكان انه يكون مكان تم تنميته وتم اشغاله وتم تعميره بحيث لا يستطيع احد بعد كده انه يفكر ولا يحط في احلامه ان يبقى هذا المكان مطمع ليه. ده كانت لازم كلنا نبقى واخدين بالنا، دي الاسس اللي شغالين عليها كدوله، ان لازم هذه المنطقه تتنمى ونعوض عشرات السنين اللي اتاخرت فيها عمليه التنميه. عشان كده كان اطلاق سياده الرئيس من 2014 المشروع القومي لتنميه شمال سيناء، امنيا بان الحرب على الارهاب تفضل تستمر لغايه لما نقضي عليه، واللي الحمد لله استطعنا هذا الكلام، لكن ايضا اقتصاديا واجتماعيا يتم. زي ما قلت لحضراتكم كان ممكن يبقى بيتاخد قرار ان احنا ما نستنى على التنميه لغايه لما نخلص الارهاب وبعد كده نبدا، لكن كنا هنضيع وقت كتير. عشان كده بدانا بالشغل الاصعب، البنيه الاساسيه الكبيره اللي محتاجاها سينا عشان تنطلق عمليه التنميه. بتكلم هنا على ايه؟ على كهرباء وميه وصرف صحي وتحليه وشبكة طرق وأنفاق تربط هذه المنطقة بمصر بصورة كاملة. دي كانت أكبر وأصعب جزء ممكن إن احنا نتخيله، هو ده اللي عملناه في العشر سنين دول. لأن اللي إن شاء الله إن احنا هنطلقه النهارده، واللي النهارده سيادة الرئيس مفوضني إن أنا أعرضه على حضراتكم، ده اللي احنا بنقول عليه إن شاء الله هيبقى الجزء الأسهل والأسرع. إزاي أطلع فوق الأرض؟ إزاي أنمي وأشغل وأعمل تعمير وتنمية زراعية واقتصادية وصناعية وعمرانية وسياحية في كل المناطق اللي احنا هنعرضها. الأصعب إنك تعمل البنية الأساسية، وده اللي استغلينا فترة الحرب ضد الإرهاب عشان نعمله. يعني لو كنا بدأنا النهاردة كنا هنحتاج 10 سنين تانيين عشان نبدأ نعمل هذه البنية الأساسية. إنما احنا الحمد لله وده كان قرار الحكيم من سيادة الرئيس إن نشتغل مع بعض بالتوازي. احنا نفذنا في شمال سيناء لوحدها، احنا بنقول سيناء في العشر سنين دول نفذنا فيها مشروعات باكتر من 600 مليار جنيه. شمال سيناء واخده النص تقريبا 290 مليار. اتنفذت فيها اكتر من 1000 مشروع في كل المجالات. زي ما حضراتكم شايفين نموذج لكل الصور. احنا عايزين بس عايز اقول لحضراتكم ان احنا وصلنا حجم محطات تحليه الميه بتاعت الشرب لشمال سيناء باللي خلص واللي بيتخطط لنص مليون متر مكعب في اليوم. ده حجم رهيب عشان حضراتكم تبقوا عارفين. حجم ميه النهارده احنا بنحطه عشان نطور وننمي ونحط البنيه الاساسيه للتعمير لقدام كبير جدا. كل دي مشروعات في كل مناحي الحياه الدوله المصريه اشتغلت عليها. والحمد لله يعني لما سياده الرئيس اعلن في بدايه هذا العام وتحديدا في فبراير ان احنا الحمد لله قدرنا ان احنا ننتهي بصوره كبيره جدا من الارهاب، وان المرحله الشهور اللي بعديها البسيطه اللي بدا رجال القوات المسلحه مع الشرطه بيطهروا الاماكن من العبوات والحاجات اللي كانت محطوطه من اهل الشر في هذه المناطق، كل ده كان بهدف ان احنا نبدا فورا بعدها اعمال عمليه التنميه والتطوير الشامل. عشان كده كان ده في فبراير لما سياده الرئيس في اثناء اصطفاف المعدات اللي شاركت في عمليه او اللي اعلن انه هتنزل وتشارك في اعمال تنميه واعمار سيناء، اطلق ان هيبقى في خطه تطوير استراتيجي هتبدا الدوله تعلن عنها وتنفذها الدوله المصريه.
وهنا انا مش بتكلم على سينا بس، انا يعني انا بتكلم بحكم ان انا موجود في شمال سينا، انا هنا بتكلم فقط على ما هيتم في شمال سينا وليس في جزيرة سيناء كلها. الرؤية اللي هتبقى موجودة النهاردة رؤية شاملة بتشمل كل مناحي الحياة في شمال سيناء، عشان زي ما بنعمل عملية التطوير اللي حضراتكم تابعتوها في كل حتة في مصر، شمال سيناء هتبقى إن شاء الله من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية في كل شيء، على أعلى مستوى في كل التخطيط والتنفيذ اللي هيتم على هذه الأرض المباركة إن شاء الله. إحنا بنتكلم على حجم، إذا كنا بنقول إن اللي كان نصيب شمال سيناء من العشر سنين اللي فاتت 283 مليار، إحنا بنتكلم إن الخطة الجاية اللي بنستهدف في خمس سنين إن إحنا ننفذها بنتكلم على 363 مليار، يعني بنقترب من ضعف أو يعني رقم نقدر نقول 150% من الرقم اللي كان صرف أو أنفق في العشر سنين اللي فاتت، وبنتكلم على مدة زمنية لا تتجاوز الخمس سنين إن شاء الله في خلال الفترة دي، ومقسمينهم حتى لسنتين أو أول مرحلة منهم ثلاث سنين والمرحلة اللي بعديهم سنتين تانيين. وعلى قد ما هيبقى جهد أهالي شمال سيناء في عملية التنمية والبناء، على قد ما هنقدر نخلص هذه المشروعات بأسرع وقت، ودي النقطة اللي أنا عايز أأكد عليها. القرار من سيادة الرئيس ومن الحكومة بناء عليه إن اللي ينفذ مشروعات تنمية وإعادة إعمار شمال سيناء يبقوا أهالي شمال سيناء بنفسهم، هم اللي ليهم الأولوية في عملية التنفيذ، وهم اللي هيبقى واقع عليهم عبء عملية التنفيذ. إحنا كدولة هندبر التمويل وهنساعد بكل اللوجستيات الممكنة، وإنتوا شطارتكم قدرتوا تخلصوا في سنتين ثلاثة، هندبر كل حاجة في هذه المدة على قد ما هتقدروا تنفذوا، على قد ما إحنا هنقدر نستهدف إن إحنا نخلص هذه الخطة بأسرع وقت ممكن إن شاء الله. أنا عشان بس ما نقولش كلام مرسل، إحنا محددين كل مشروع هيتعمل فين. 302 مشروع بتكلفة استثمارية 363 مليار جنيه في الست مراكز اللي بيمثلوا المحافظة، رفح والشيخ زويد والعريش وبير العبد والحسنة ونخل، كل قطاع منهم أو مركز المشاريع اللي هتبقى موجودة فيه إيه. المشاريع دي كلها والبرامج هتستهدف ثلاث حاجات رئيسية: تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، إن إحنا نأسس لمجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة تستهدف جذب استثمارات كبيرة لهذه المنطقة الواعدة، وتهيئة إزاي البيئة الجاذبة للاستثمار. نتكلم على أول محور، محور تحسين المستوى المعيشة. أنا هتكلم هنا بستعرض بسرعة جدا إحنا عملنا إيه وناويين نعمل إيه في الفترة الجاية. في الخدمات التعليمية الدولة المصرية قدرت إنها تنفذ مشاريع ب 2.7 مليار جنيه في الفترة اللي فاتت لغاية أكتوبر 23، نفذت بها 206 مشروع، لكن المخطط إن إحنا ننفذه مشروعات ب 8.7 مليار جنيه للفترة الجاية. إحنا نفذنا، حضراتكم عارفين طبعا جامعة العريش، وإحنا بعد ما نزلنا من المطار عدينا عليها، نفذنا عدد كبير من الكليات، منها طبعا كليات الطب البشري، الاستزراع السمكي، نفذنا على مستوى التعليم ما قبل الجامعي 109 مدرسة منهم المدرسة اليابانية في العريش، بالإضافة ل 24 معهد أزاري. كل دي والنهاردة بننفذ مشروعات أخرى لتوسعات الجامعة شغالة وحتخلص في خلال الفترة. ده كل ده أنا بعتبره من الحاجات اللي تنفذت، لكن اللي احنا وان شاء الله ايضا في المدارس اللي بتتنفذ النهارده، سواء المدارس الرسميه للغات، مدارس المتفوقين، المعاهد والمجمعات الازهريه اللي احنا شغالين فيها، ولكن المشاريع الجديده اللي احنا هننفذها في هذا القطاع لل 8.7 مليار، 10 كليات جديده في جامعه العريش، 8 كليات لجامعه الازهر، و35 مدرسه ومعهد ازهري، كل دول هيبقوا ضمن خطة التطوير اللي هتتم في خلال الفترة الجاية اللي احنا بنطلقها النهاردة ان شاء الله. الرعاية الصحية، احنا نفذنا مشروعات 14 مشروع بحوالي مليار جنيه، لكن الفترة الجاية بنتكلم على استثمارات ب 8.3 مليار جنيه عشان ندخل محافظة شمال سيناء في المرحلة الجديدة من التأمين الصحي الشامل، تبقى من المحافظات اللي تدخل على طول في منظومة التأمين الصحي الشامل. احنا نفذنا طبعا تطوير مستشفى بير العبد المركزي، مستشفى نخل، والنهارده بنطور مستشفى العريش العام اللي ان شاء الله هيخلص في اسرع وقت ويدخل الخدمه، ولكن المشروعات الجديده اللي احنا بنستهدفها ب 8.3 سبع مستشفيات سواء انشاء او تطوير، ف
في كل المراكز والقطاعات الجديدة، 33 مركز ووحدة صحية إنشاء جديد، و56 نقطة إسعاف هتبقى إنشاء ورفع كفاءة. يبقى مستوى الخدمة الطبية هنا في شمال سيناء يفوق إن شاء الله أي مكان آخر موجود على أرض مصر بإذن الله. تاني أنا بأكد لحضراتكم، أنا بتكلم فقط على شمال سيناء، مش بتكلم على سيناء كلها. إذا كانت هي دي المشروعات اللي الدولة المصرية قدرت إنها تنفذها، الصالة الرياضية المغطاة، مكاتب البريد، المخابز، مراكز الشباب وقصور الثقافة، واللي اتعمل من تطوير لكل المساجد والاستادات اللي بتتعمل، ولكن زي ما بقول لحضراتكم في 2.2 من 10 مليار جنيه كمشروعات هنبدأ ننفذها في خلال الفترة الجاية، سواء مباني إدارية وخدمية، ملاعب، قصور وبيوت ثقافة وسينمات، مكاتب بريد، مكاتب تموين، مراكز تدريب ومهني. التنمية المجتمعية، وهنا بنتكلم على تنمية الشباب والأطفال، وإزاي إن إحنا نبني الوعي منهم من خلال العديد من محاور التوعية في الندوات والأنشطة الثقافية اللي إحنا مركزين عليها، والحاجات الرياضية الكبيرة اللي إحنا بنحاول نركز عليها في خلال الفترة الجاية مع المحور التعليمي وإنشاء العديد من الخدمات. محور الصحي، يعني بالإضافة للمستشفيات، المبادرات الصحية الرئاسية اللي بننزل ننفذها هنا كلها بالكامل، القوافل وتدريب الكوادر وبرامج الطب النفسي وعلاج الإدمان. المحور الاجتماعي، دعم النقدي هنا كتكافل وكرامة وموجود بصورة كبيرة، وإن شاء الله يعني كل الأسر يعني اللي مستحقة لهذه الخدمات هتبقى مستهدفة مننا بإذن الله. مشروعات تمويل، مشروعات المتناهية الصغر الأولوية هتبقى إن شاء الله لشمال سيناء في خلال المرحلة الجاية، عشان نشجع إنتاج وشباب شمال سيناء يقدر إن هو يجدوا فرص عمل مختلفة بتمويل ميسر. زي ما بقول لحضراتكم، مشروعات الاقتصادية، مفيش تنمية حقيقية هتحصل غير ما يبقى عندي مشروعات اقتصادية كبيرة، وده كل تركيزنا. احنا مش بنتكلم على مشروعات صغيرة، بنتكلم بنحلم، مش مجرد حلم، هننفذ مشروعات تخلي هذه المنطقة منطقة جذب، مش محلية، منطقة جذب عالمية للاستثمارات، تبقى مكان مقصد للشركات العالمية تيجي وتستثمر في هذه المنطقة وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل لأهالينا هنا ولكل أهالي مصر. المحور الثاني، محور المجتمعات الزراعية والعمرانية. الدولة المصرية على مدار الفترة اللي فاتت، هتكلم على التنمية الزراعية لأن ده حلم كبير، وأنا عارف دايماً أهالي شمال سيناء ارتباطهم بالزراعة بيبقى ارتباط كبير. احنا نفذنا مشروعات بنية أساسية في الفترة اللي فاتت دي فقط ب 68 مليار جنيه. عملنا محطات، العالم كله قال دي أكبر محطات في العالم، محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بتاعت بحر البقر المحسمة، وخدت شهادات من الموسوعات العالمية ان دي أكبر مشروعات بتتعمل على مستوى العالم في هذا المجال. كل ده بهدف التنمية وتعمير واستصلاح الأراضي اللي موجودة هنا، مئات الألاف من الأفدنة إن شاء الله في شمال ووسط سيناء. الفترة الجاية إحنا بنستهدف 19 مشروع ب 55 مليار جنيه استثمارات في الفترة الجاية. زي ما وريت لحضراتكم محطة مية المحسمة اللي تنفذت عشان تخدم استصلاح 50 ألف، محطة معالجة مصرف بحر البقر عشان تخدم استصلاح 270 ألف فدان. النهاردة الهيئة الهندسية وشركات المقاولات بتنفذ البنية الأساسية بعد ما خلصنا محطة بحر البقر عشان توصل لأماكن الاستصلاح عشان نبدأ عملية الزراعة اعتبارا من العام القادم إن شاء الله. دي كلها النهاردة المواسير اللي بتتعمل. أنا عايز أقول لحضراتكم، أنا راجل مهندس، والله والله المشروع زي ده قد السد العالي مرتين وثلاثة. حجم مشروعات بتتعمل في الدولة المصرية النهاردة لخدمة أهالينا تفوق اللي كانت مشروع واحد ممكن الدولة المصرية تقعد عليه لعشر سنين. احنا بنتكلم على مشروع واحد الدولة بتنفذه في سنتين ثلاثة، ممكن يبقى قد ثلاث وأربع مرات مشروع قومي كانت الدولة بتتكلم عليه لعشر سنين. أراضي النهاردة متحددة بالتحديد، ويمكن كان توجيه سيادة الرئيس تبدأ تتوزع العقود، يبقى في عقود واضحة وصريحة لتخصيص الأراضي وحق الانتفاع لهذه الأراضي عشان تبدأ تخصص لأهالي شمال سيناء وكل الناس المهتمين بالتنمية الزراعية في هذه المنطقة، 90 ألف فدان بتوع منطقة بير العبد. لكن أيضا المشروع الأكبر، 270 ألف فدان،
اللي ان شاء الله هيبقى الخدمة حضراتكم جميعا والخدمة مصر كلها. انا بتكلم على 270 الف فدان في شمال ووسط سيناء اللي اتعمل لهم محطة بحر اللبائر عشان يبدأوا يدخلوا حيز الانتاج ويبدأوا يخدموا هذه المنطقة وكل مصر ان شاء الله. ايضا المنطقة بتاعت 109 الف فدان، المنطقة الحدودية اللي اتعمل لها برضو تخطيط ان يتعمل فيها اماكن للزراعة بمنتهى الوضوح، هتخدم مع التجمعات اللي تم الاتفاق انها تتنفذ في هذه المنطقة. التنمية العمرانية، احنا بنتكلم على حجم استثمارات الدولة حطته في خلال الفترة اللي فاتت 26 مليار جنيه، انشأنا بيهم ما يقرب من 47 الف وحدة. احنا بنتكلم الفترة الجاية على 115 مليار جنيه الدولة هتنفقهم عشان تعمل تاني التجمعات والمدن اللي اولا حضراتكم ترجعوا عليها، ترجعوا تاني اللي اضطرينا بسبب الارهاب ان هو يخرج من مكانه، يرجع في اماكن مخططة وتنفذ تحت الاشراف الكامل من الدولة علشان نضمن انها تطلع بطريقة سليمة ومخططة زي ما بنعمل تطوير في كل حتة في مصر. الدولة المصرية عانت من العشوائيات بصورة كبيرة جدا، واعتقد كلنا بقينا كمصريين لن نسمح مرة اخرى بنمو اي تنمية تحصل على الارض بطريقة عشوائية. اي حاجة هتحصل بعد كده في الدولة دي تتعمل مخططة، تبقى بتتعمل صح من اول يوم، اماكن البيوت فين، اماكن الخدمات فين، اماكن المرافق فين، عشان يبقى المواطن مرتاح وهو موجود في هذه الاحياء والمناطق، ويبقى احنا كدولة قادرين ان احنا نخدمه ونحافظ على امنه. ده اهم شيء، ودي لازم تبقى رسالة لينا كلنا، وده اللي احنا بنعمله في كل حتة في مصر. فكرة ان احنا كل واحد يبني، كان زي ما حصلت على عقود فاتت في مصر كلها تكبدنا مئات المليارات عشان نصلح هذه الاماكن. النهاردة عشان اجي اشق طريق جوه القاهرة في وسط منطقة عشوائية، انا احنا بندفع ازالات ونزع ملكية والله العظيم ضعف ثمن الطريق نفسه. يعني ممكن يبقى الطريق 8 مليار، اضطر ادفع 2 و3 مليار تعويضات عشان بس اهد البيوت واشيل العشوائيات اللي موجودة. الدرس اللي بنتعلمه ما يبقاش في تنمية تتعمل بعد كده غير تنمية مخططة الدولة عاملاها والدولة مشرفة على تنفيذها او بتنفذها بنفسها. يبقى ده اللي بضمن بيه ان بعد كده كل حاجة تبقى ماشية صح. احنا نفذنا منازل بدوية في بير العبد وفي نخل وفي الحسنة وعمارات واسكان اجتماعي في كل المناطق، والمنازل تاني المنازل دي نفذنا 11 تجمع تنموي كان في منطقة شمال ووسط سيناء، وكان يمكن سيادة اللواء عاصم بيحكي لي لسه على هذه التجمعات واحنا شغالين عليها قد ايه. ولكن اعتقد الجزء المهم واللي يعني اهالي شمال سيناء كلهم مهتمين بيه، فين الاماكن او التجمعات اللي احنا ان شاء الله هتبقى المخطط انها تتنفذ للمرحلة الجديدة. احنا تم التوافق على ان هيبقى فيه 21 تجمع. ال 21 تجمع متقسمين على الثلاث مراكز الرئيسية، منطقة رفح، منطقة الشيخ زويد، ومنطقة العريش. 6 في رفح، 11 في الشيخ زويد، و4 في العريش. دول اللي هيبقى فيهم الاماكن اللي هتتعمل. التخطيط بتاعها بيراعي تماما الطابع اللي انتوا حضراتكم متعودين للعيش فيه، البيوت اللي بتبقى منفصلة، البيت بالتصميم بتاعكم، واحنا تعمدنا ان اللي يعمل التصميمات بتاعت البيوت والتخطيط منكم علشان يبقى هو ده اللي ملائم للطبيعة والطابع الخلفية والثقافية والحضارية بتاعتكم. فبالتالي المخططات اللي معمولة وتصميم البيت معمول بهذا الشكل، ان احنا يبقى المناطق كلها مناطق متخططة، البيوت وفي كل منطقة او حي صغير مجموعة خدمات بتخدم على حضراتكم، ويبقى بعد كده كل حي او حيين او ثلاثة في وسطهم منطقة مركزية كبيرة فيها المدرسة الثانوي، فيها المستشفى الكبيرة اللي ممكن تخدم على نطاق الحي الاشمل. لكن هنبقى محددينها ومتقسمة بالتنسيق مع حضراتكم ان شاء الله طبقا للظروف اللي احنا عارفينها كويس من حيث طبيعة العائلات وطبيعة الخصوصية وكل الكلام ده هيبقى موجود. لكن الاهم ان يبقى فيه تصميم واضح، الطريقة موجودة، كلنا مقرنها، واللي هينفذ هذا الكلام حضراتكم تحت اشراف الدولة الكامل علشان يبقى قادرين ان احنا نضمن
ان التجمعات الجديده دي تخرج بالطريقه اللي احنا كلنا عايزينها، تجمعات حضريه على اعلى مستوى تتنفذ بهذا الشكل. نفس الكلام بالنسبه للاراضي الزراعيه، هيتعمل البنيه الاساسيه للاراضي الزراعيه، الدوله مسؤوله عنها واللي بينفذها برضو شركاتكم، شركات سينا، اهالي سينا، شمال سينا، هم اللي هينفذوها، ويتم عمل عقود واضحه تماما لحق الانتفاع علشان تؤسس بصورة واضحة جدا للعلاقة اللي موجودة ما بين الدولة وما بين أي حد هيجي ينتفع بهذه المناطق بالكامل. أنا بتكلم على إن كل تجمع هيبقى فيه كل الخدمات اللي حضراتكم بتحلموا بيها وبتتمنوها، من مدارس، وحدات صحية، مستشفيات، مراكز شباب، مساجد، كنايس، كل ده الدولة هتبقى هي اللي ملتزمة إنها تنفذه على نفقتها، وبرضه هيتنفذ من خلالكم، من خلال شركاتكم اللي هتبقى مسؤولة عن هذا الكلام كله بالكامل. التصميمات بقت جاهزة واحنا بنتكلم على بدء التنفيذ. انا النهاردة جاي بتكليف من سيادة الرئيس عشان نقول هنبدأ من بكرة ان شاء الله تنفيذ هذا الكلام بالكامل. مدينة رفح الجديدة احنا انهينا المرحلة الاولى، والتكليف ان احنا نبدأ في المراحل التانية والتالتة ليها، بالاضافة الى بدء مدينة بير العبد الجديدة اللي احنا كنا حاطين التخطيط وتم توجيه ان احنا نبدا في مراحل تنميتها ان شاء الله في المرحله الجايه. التنميه الصناعيه الدوله نفذت مشروعات ب 6.5 مليار، احنا حاطين للمرحله الجديده 38 مليار جنيه مشروعات صناعه. انا هنا بتكلم يا جماعه على مجمعات هتخدم مش فقط شمال سيناء، انا بتكلم على تخدم مصر وتخدم المنطقه كلها في كل المجالات اللي احنا شايفين فيها مزايا. احنا بدانا بمجمعات الرخام وحضراتكم عارفينها، ومصنع العريش للأسمنت والمشروعات الكبيرة، ولكن المخطط إن شاء الله في المرحلة الجاية منطقتين صناعيتين كبار في رفح ونخل، مجمع صناعي في رفح والحسنة، مصانع للرمال السودة، ومصنع للسودة قاش. كل دي مشروعات باستثمارات مليارات الدولة هتضخها في الفترة الجاية لتنفيذ هذه المنطقة، ويمكن ده تخطيط للمنطقة الصناعية اللي هتبقى في رفح ان شاء الله الجديدة عشان تخدم على كل المنطقة اللي هتبقى موجودة. 7 ل10 مصانع للرمال السوداء ومتحددة اماكنهم بالكامل هتبقى موجودة فين، عشان دي تبقى ان شاء الله لعشرات السنين تبقى شغالة. تنمية سياحية، شمال سيناء لا تقل عن الساحل الشمالي الغربي اللي في مصر، اللي واخد الزخم، وان احنا كل الناس بتتكلم على العلمين والساحل الشمالي الغربي. المزايا والجمال اللي موجود هنا ممكن يفوق حتى الساحل الشمالي الغربي. عشان كده تركيز الدولة، صحيح ان احنا نفذنا باستثمارات بحوالي 2.5، يعني فترة اللي فاتت نفذنا حاجات بفترات معينة، ولكن الظروف اللي طبعا كانت موجودة في شمال سيناء ما مكتناش ان احنا نستفيد بهذا المكان بالصورة الحقيقية. النهاردة المخطط ان احنا هنبدأ بتنفيذ مشروعات تنمية سياحية باستثمارات 2.5 مليار. بنتكلم على قرى بقى سياحية على اعلى مستوى، مارينا لليخوت، مواني داخلية ومواني دولية، يبقى عندي كورنيش على امتداد المدن الساحلية وعلى أخص مدينة العريش زي الكورنيش اللي الدولة عملته في العلمين والمنصورة الجديدة. على أعلى مستوى أهالي شمال سيناء نفسهم يبقى منطقة للترفيه والجمال كله في هذه المناطق إن شاء الله. دي التطوير بتاع الخطط كلها اللي هنبدأ في تنفيذها للمدينة، إحياء مسار العائلة المقدسة والتطوير بتاع هذه المنطقة. نيجي للجزء المهم. طب أنا كل ده وعملت وبنية أساسية والكلام ده كله، لكن أنا محتاج إن أنا أزود المرحلة الجاية في عدد من الأهم العناصر المهمة اللي هتخلي منطقة شمال سيناء جاذبة للاستثمار العالمي. أنا دايما بأكد إحنا رؤيتنا شمال سيناء دي هتبقى فعلا مقصد ان شاء الله مش فقط للاستثمار جوه مصر، ولكن العالم كله بيبقى بيستهدف ان هو يبقى موجود معانا في خلال هذه المرحله. كان اهم حاجه دايما مشكلتنا في شمال سيناء هو شبكه الربط، واعتقد طبعا كلنا عارفين احنا الحمد لله اللي تنفذ بحوالي 43 مليار باطوال تصل الى 1000 كيلو من الطرق والكباري، لكن احنا قصادهم حاطين ان احنا هننفذ ب 53 مليار جنيه لتطوير 4300 كيلو ومدقات، ولكن الأهم هو بقى ده الشيء الرئيسي، 500 كيلو سكة حديد.
وده اهم شيء. دي يمكن شبكه الطرق اللي متنفذه حاليا واللي جاري تنفيذها واللي مخطط انها هتتنفذ في الثلاث اربع سنين الجايين بالكامل، متحدده عشان تخدم على كل اراضي وقطاعات شمال سيناء بالكامل من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. وبالتحديد هننفذ ايه الفتره الجايه وايه الطرق هتترفع كفائتها وتتحول كلها الى طرق كبيره. ده احنا اللي نفذناه طبعا. يعني انا عايز ادي المثل، اذا كنا بنقول قبل 2014 كان عندنا نفق واحد، احنا عندنا النهارده 6 انفاق، زودنا 5 انفاق في هذه الفتره، 7 كباري عائمه، عملنا يعني ازدواج لكوبري الفردان بتاع السكه الحديد نتيجه لازدواج قناه السويس. كل دي مشروعات الدوله استثمرت فيها وتنفذها عشان شيء واحد، ان احنا نربط ازاي سينا بمصر ربطة كاملة، يبقى معناها انها جزء لا يتجزأ من مصر، عشان يبقى دايما نقطة الضعف اللي كانت دايما بتثير الاطماع وهي انعزال سينا عن بقية قلب مصر. بكل المشروعات دي احنا بنربط سينا بكل مصر بكل انواع ووسائل الربط، طرق، مواني، سكة حديد، مطارات، يبقى كل حاجة زيها زي أي بقعة موجودة على هذه الأرض. أهم حاجة خط السكة الحديد. إحنا قبل الثورة كان كل الخط اللي موجود بيصل إلى منطقة شرق بورسعيد، المينا اللي موجود، وكان رايح لغاية بير العبد. ده يمكن كان الخط اللي موجود قبل كده. احنا النهاردة بنطور بالكامل وبننشئ خط من اول وجديد، وده يمكن اللي رفعنا كفاءته وشغالين فيه الجزء القديم. استعدنا كفاءة كوبري الفردان وعملنا له ازدواج، شغالين على رفع كفاءة المنطقة اللي هي من بلوزة ولغاية بير العبد. ولكن دلوقتي الانشاء الجديد ان هنروح لمينا شرق بورسعيد وهنطلع من بير العبد للعريش وبعدين الحسنة وبعدين نخل وبعدين ننزل لغاية النقب وطابة. ده عشان نرد المشروع ده احنا مخططينه من فترة، واثيرت في الفترات الاخيرة محاولة دول كثيرة انها تعلن عن ممرات جديدة ولوجستية وطرق لمحاولة انها يعني تعمل طرق اخرى موجودة وتبقى، وده كله لا بأس ومن حق كل الناس انها تشتغل. لكن احنا في نفس الوقت احنا عارفين كويس قوي اللي هيخدم بلدنا واللي يخلي مصر دايما هي مركز لوجستي عالمي. اهم شيء هنا ان يبقى عندنا هذا الخط، خط سكة حديد بيصل من طابة لغاية ما يوصلها لغاية بقى مصر. يبقى أي حد النهاردة يقدر ياخد السكة الحديد يركب القطر من طابة لغاية ما يوصل لأي مكان في مصر من خلال شبكة الإطارات اللي هتبقى موجودة إن شاء الله. ده اللي حصل، الإزدواج للكوبري القائم مع الكوبري الجديد زي ما قلت لحضراتكم وانتهى. بنرفع كفاءة خط السكة الحديد الفردان وبير العبد. النهاردة الحقيقة نفذنا مشروعات بقى في بقيه البنيه الاساسيه. حضراتكم طبعا عارفين مطار البردويل الدولي اللي اتنفذ وخلص، تطوير مينا العريش. وهنا يمكن عشان انا بتابع بنفسي بصوره يعني شخصيه تنفيذ هذا المشروع، اللي انا عايز اكد عليه هدفنا من تطوير مينا العريش ان نحوله الى مينا دولي لا يقل عن مينا بورسعيد ودمياط واسكندريه. انا بقولها لان حجم التجاره اللي هتبقى على هذا المينا هتخدم في الأساس كل أهالي شمال سيناء، هتخلق حجم هائل من فرص العمل والاستثمارات اللي تخدمكم. احنا حريصين كل الحرص ان اي تعويضات هتبقى موجودة، وسيادة المحافظ يعي هذا الكلام، احنا على طول بندبرها. ويعني هذا الموضوع ده توجيه كامل من سيادة الرئيس، مفيش حد يعني يدار ولازم التعويضات بتصرف في هذا الشأن. لكن انا بس بقولها لكم، هذا المشروع بيتعمل لصالح أهالي شمال سيناء، إن إحنا نحول هذا المينا فعلاً لمينا تجاري دولي عالمي، يبقى كل حركة التجارة اللي موجودة في منطقة البحر المتوسط ومنطقة شرق المتوسط تبقى معتمدة عليه. إحنا بنرفع كفاءة مطار العريش الدولي اللي إحنا نزلنا فيه عشان يتحول لمطار دولي، مش فقط المطار اللي هو كان بيخدم أغراض معينة. زي ما بقول لحضراتكم، إحنا مستهدفين 20 مليار جنيه الفترة الجاية عشان نطور كل هذه الخدمات اللوجستية في، ويتعمل مينا ومرسل اليخوت هنا في العريش برضو عشان يجتذب السياحة للفترة الجاية. المناطق التجارية واللوجستية، بنعمل مشروعات ضخمة جدا لإنشاء مناطق لوجستية للتجارة على مستوى المنطقة. بدأنا طبعا
في خدمات زي سوق العريش لتجارة الجملة، مناطق كفاءة تمويل، أماكن التموين. لكن اللي احنا مستهدفينه أهو وأنا بحطها قدامكم، مناطق لوجستية وحرة في رفح وفي العريش وفي بير العبد وفي مناطق أخرى على وسط سيناء، كل دي عشان تخدم على حركة التجارة ما بيننا وما بين جيراننا للفترة الجاية إن شاء الله. المرافق والبنية التحتية سريعاً، احنا نفذنا مشروعات ب 8.7 مليار في مية وشرب وكل الحاجات دي، ولكن مخطط الضعف. وانا بقولها لحضراتكم عشان نشعر بحجم الاستثمارات اللي الدولة هتلتزم بيها للفترة الجاية في سيناء وشمال سيناء تحديدا. كل دي الخطوط بتاعت محطات التحلية ومحطات المعالجة اللي بتتعمل النهاردة لخدمة التنمية اللي هتتعمل، الصرف الصحي، المشروعات الكبيرة المخططة النهاردة انها تتنفذ. زي ما بقول لحضراتكم هنصل وبنصل فعلا الى اكتر من 500,000 متر مكعب مية محلاة عشان الشرب والخدمات المختلفة هنا في شمال سيناء لوحدها ان شاء الله. الطاقة، احنا شغالين على تأمين كل مصادر الطاقة الكهربائية، المحطات اللي اتنفذت واترفعت كفائتها، وايه اللي هيتعمل للفترة الجاية. كل دي مشروعات ب 24 مليار جنيه الدولة هتنفذها وهتبدأ فيها اعتبارا من اليوم بإذن الله. الغاز الطبيعي نفس الكلام عشان خدمة الأهالي وخدمة الصناعة اللي هتبقى موجودة، المشروعات برضو اللي هتتنفذ في هذا الشأن. الحقيقة بختم بحاجة مهمة جدا، احنا رؤيتنا لشمال سيناء زي ما قلت لحضراتكم انها تكون مركز كبير جدا لمصر، مركز عمراني وصناعي وتجاري وزراعي وسياحي، وبالتالي هيبقى حريصين كل الحرص على إعطاء كل الحوافز الممكنة علشان نشجع الاستثمار وعشان نخدم أهالي شمال سيناء. وهنبقى فيه قروض بشروط ميسرة لكل واحد من أهالي شمال سيناء اللي هيبقى ناوي إن هو يعمل هذه المشروعات. زي ما قلت لحضراتكم الأولوية لتنفيذ كل المشروعات اللي بنتكلم عليها هي شركات أهالي شمال سيناء، هم اللي هيكونوا الأولوية الكاملة لتنفيذ كل هذه المشروعات عشان الخير كله يبقى أنتوا اللي بتستفيدوا منه جنبا إلى جنب مع كل المصريين. كل ده مهم جدا، لأن من غير كل الشغل ده هتظل سيناء مطمع لكل حد أنه يفكر لأي أحلام أو أفكار أنه يستغل هذه المنطقة اللي بيعتبرها منطقة فاضية، وأن إزاي ممكن أن احنا نحقق عليها أي شيء. أنا بقولها لينا كلنا، لأن جايز إحنا أجيالنا عارفة قيمة هذه المنطقة، لكن يمكن الأجيال الشابة لما عصرتش ممكن ما تبقاش عارفة قيمة هذا الكلام. وأنا شايف طبعا جزء كبير من قوة مصر النعمة قاعدة معانا، الفنانين الجمال اللي عملوا لنا مسلسلات وأفلام على أهمية هذا المكان، الإعلاميين والصحفيين. وأعتقد ده دور مهم جدا إن إحنا نستمر الفترة الجاية عشان الشباب الصغير اللي عنده 15 و20 سنة اللي جايز ما حسش ولا عرف بأهمية هذا المكان يظل يشعر إن هذه الرقعة من الأرض كلنا نموت عليها ومفيش ذرة رمل تتاخد منها. أنا بشكر حضراتكم جميعاً.